معكم الأستاذة الدكتورة رادية بن عريبة، أستاذة جامعية بجامعة حاتم بوعلي بشلف. صدر لي مؤخرا كتاب بعنوان بصمة الصوت، دراسة لغوية جنائية تطبيقية لإثبات الجريمة، مع فضيلة اللواء وهو خبير شرطة عادل محمود محمد مخلوف بالوزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية. هذا الكتاب يتناول دراسة لغوية للصوت وكيف يمكنه أن يكون معززا جنائيا في إثبات الجريمة، وقد نشر تحت رعاية دار النشر ألفا دوك بقسنطينة بشراكة أردنية بعمان، حيث قسمنا هذا الكتاب إلى جزئين: جزء نظري يتناول ماهية الصوت، جوانبه، الصفات من حيث الصفات، المخارج، الوظيفة الفونولوجية للصوت، أما في جانبه الجنائي كيف يكون الصوت معزز في إثبات الجريمة. أهم العناوين البارزة في هذا الكتاب تناولنا فيه في فصله الأول حول الصوتيات والنظام الصوتي العربي من خصائص الصوت، فروع علم الأصوات، الصوت اللغوي والدليل الصوتي، الأصوات ورموزها الكتابية، والتمييز بين الصوت والحرف، ومستويات التحليل الحاسوبي للغة، والدراسة الأكوستيكية. أما الفصل الثاني فاعتمدنا فيه على الوسائل اللازمة للحصول على الصوت، و تركيز أيضا على علم الأصوات السمعي وحقل السمع. أما الفصل الثالث فكان مختصا أو خاصا بالبواني الصوتية للصوت. أما الفصل التطبيقي وهو الفصل الجنائي في الصوتيات الجنائية، مفهوم الدليل الجنائي، الأثر المادي وأهميته، مفهوم القرينة وأهميتها، وأيضا أهمية دراسة الطبيعة الفيزيائية لمسرح الجريمة في الكشف عن الغموض الحوادث وخاصة في البصمة الصوتية، والتعرف الآلي على الصوت الجنائي. أما عن أهداف الكتاب، حيث يسعى هذا الكتاب إلى جملة من الأهداف، منها محاولة الحد من الجرائم والجنايات المتفشية في المجتمعات عامة والعربية خاصة، عن طريق اكتشاف المتحدث المشكوك فيه والتعرف عليه من خلال النظام الصوتي الآلي الجنائي، ولا سيما في ظل المستجدات وخطورة الوضع الصحي العلمي لكوفيد-19 وما خلفه من جرائم في المجتمعات العربية والغربية. ثانيا، وضع طرق ووسائل بديلة لتحافظ على كرامة المتهم ككائن اجتماعي، فتح مراكز وفرق بحث تنسيقية وتخصصات جامعية بيداغوجية ومهنية في مجال الصوتيات الجنائية.